تنتفاجئوا هذا الصباح هذا بواحد القوة ضخمة ديال رجال الأمن فيهم يعني حوالي 30 واحد و 13 عربة ديال عمروج. فاش غنجيو غنلقاو التراكس خدامة تتهدم. هذا كان جو عندنا السلطات غيمروا يعني الطريق يعني دو دوبلومون تاع لافوا وقلنا لهم مرحبا. وهاد لافوا تتمتد على 25 متر من وسط الطريق وجدناها لهم. الا ان غنتفاجئوا غيتوسعوا لداخل لفائده واحد الشركه. هذا الملك هذا تابع للدوله ولكن احنا هذا الملك هذا يعني مكتاريه ابتداء من 1992 من الدوله. يعني غتاخذ هذا العقار هذا المجاور غدير فيه بومبا غازوال وشي اوتيل وقال كاتيتوال مع انه كان تعرض لان هذا ماشي هذه منطقه خضراء في العقار في لو بلان داميناجمون هذه منطقه خضراء. وغتاخذ جزء من هاد لابيبينيير ب 80 بخسين 400 درهم. وهاد الممثل ديال هاد الشركه هذا يعني ملي تيجي هنا تيخلع مكناس يتكلم باسم الرباط. احنا بغينا نعرفوا واش حنا متساويين في هذا الوطن هذا ولا كاين الطبقه فوق طبقه وطبقه. نحن نؤمن بجوج سلطات. كاين السلطه الالهيه ثم كاين سلطه الملك. هادو اللي ماشي الاخر هو موظف ديال الدوله. والغريب عندك ما يثبت ان هادشي اللي كتقول انهم تراموا على الملك اللي انت مكتاريه من الدومين، واش عندك شي اثباتات؟ لا، هما هادو شاريين من الدومين مع انه احنا هاد الدومين هذا كاين كتابه. يعني قلنا لهم اودي الا كنتو غتبيعوا بيعوا لينا حنا وغيجي القائد السابق اللي كان هنايا سي بن جلون وكانت كتابه بينه وبين العامل وبينه معنا. يعني كنا طلبناهم ما فهمناش. يعني العقد مازال ساري مفعول؟ العقد مازال ساري مفعول. نعم العقد مازال ساري مفعول. يعني ما تنتفاجئوا بهاد يعني بهاد الشركه اللي غتجي وهاد الهجوم. والغريب في الامر هو ان هاد الاثنين هذا يعني نزع الملكيه من اجل المنفعه. لا ماشي نزع الملكيه. الطريق حنا قلنا مرحبا دون شك. حنا قلنا بصح هاد المنطقه محتاجه دي دوبلومون دو لافوا. انا تنشوف باللي مع الخمسه د العشيه يعني الطريق مزيره راه خاصها دي دوبلومون. حنا قلنا لهم يعني ولو سميتو مرحبا بها. نزاع مازال قائم في المحكمه. يعني سنوات طويله ديال الخدمه في فرنسا وصرفناها هنايا وكاين عائلات كثيره من هذا المشتل هذا. وفي السنوات الاخيره انا ما تناخذ والو. تنقول لهم خلصوا المصاريف ديالكم وبصحتكم. اخر واحد هو اللي كاين دابا سميتو عبد الفتاح. يعني هو اللي تيبع وخلص ويخلصنا. تنقول مصاب يعني اخر الشهر ما يقولولوش راه جبد من جيبي. شنو كطلب يعني؟ انا عرفتي استثمائيه. دابا هذا راه يعني عدد كبير سميتو ديال الفلوس وهذا من هنا ضيعوها وما خلوناش. شوف وفي هذا المحضر هذا اللي غنديروا النهار الاثنين يعني في الدرك الملكي ديال عين عرمه. قلنا لهم اودي ان شاء الله صبروا شهر واحد وهذا من هنا. دابا ما يمكنش تنقيل الاشجار. غتموت الاشجار اللي عندها العروق ديال الجذور ديالها في الارض غتموت. صبروا علينا يعني اخر شهر 11 شهر واحد غيكون كل شيء الشجره هذا متنقل. الا ان وغيتصلوا بالنيابه العامه يعني الدرك الملكي ديال هذا غيتصلوا بعد ما تمنا ذاك المحضر. يعني النيابه العامه قالت لهم اودي يعني غنتلاقاو مع هذا صاحب الشركه هذا يعني غنتلاقاو تمايا نهار الثلاث على اساس نشوفوا شي اونيسيو لهذا الشيء هذا. الا نهار الثلاث يعني ما اتصل بيا احد. نهار الاربعاء غنتفاجئ بهذه القوه الضخمه.